الدور نتاع البنك المركزي نحن لقيناه في تونس كان في مرحلتين، المرحلة الأولى نتاع 52 النص الأصلي هو وقتها مقاربة تنقل دور البنك المركزي الأمريكي فيدرال ريزيرف، بمعنى أن البنك المركزي هو حارس العملة ومحفز النمو. النمو أكيد قبل اللي لعبوا في عهد بن برنانكي، اللي لعبوا من بعد في عهد اللي قبله لعبوا في عهد غرينسبان، بن برنانكي، جانيت يلين، واليوم عن جيروم باول. يعني البنك المركزي الامريكي او فيدرال ريزيرف ليس فقط حارس العمل، بالعكس الدولار ساعات يخليه بالعمل لمصالح يعني تخدم الاقتصاد الامريكي اكثر من حاجه اخرى، لكنه اساسا محفز النمو. وقت اللي صارت الازمه الاولى والثانيه لي فون هذوك يعني تارك ان وتارك دو في حكومه اوباما ثم تواصل مع حكومه ترامب، كانت تخطيط كونه يتدخل البنك المركزي بعمليه الكوانتيتاتيف ايزين باش يحفز النمو، دونك يوفر الفلوس لاقتصاد قوي موجود يعني. في تونس نوعا مشينا في الفكره هذه من الاستقلال الى القانون الاخير تاع البنك المركزي بضغط من صندوق النقد المحل، لكن للتعاقل ايضا مع دور البنك المركزي الاوروبي اللي هو نظره المانيه، يعني لا بي سي او اللي لو غارديان دافوني تقاوم التضخم المالي وتحرص على سلامه العمله واستقرار اليوم داخل منظومه لوروان، لكنها لا تتدخل مباشره في النمو لكن تعطي بصفه غير مباشره فيما عدا يعني التصرف نتاع ماريو دراجي كان تصرف ذكي للاخر، لكن مستعمل السلاح النقدي اكثر منه سلاح التحفيز، ولقى هذاك علاش تلقى اليوم الفارق في النمو واضح ما بين امريكا والاتحاد الاوروبي. النمو نتاع امريكا قوي روبيست 4 يهبط حتى يهبط 3.9 و7 ملايين مواطن شغل معروضه غير ملبات. اوروبا توا داخله في انحسار نسبي الاقتصاد نتاعها. نحن في تونس اخترنا المقاربه الثانيه نتاع بنك مركزي حارس العمله ولا يتدخل في النمو في بلاد ما زالت بلاد ناميه. هذه دو اشكاليه الاخرى شنو؟ نحن كي نطرحوا البدائل راهو انت كان باش تحكي على بديل للقرض في النظريه العامه الاقتصاد والتطبيقات نتاعو كلها لا يوجد بديل للقرض سوى الاستثمار. تحب تنقص من الديون نتاعك اعطيني النمو نتاع 4% مش جاي من الاستهلاك كما جاي من الصناعه والفلاحه والتصدير. قول لي انت نقترض، نحن اقترضنا من صندوق النقد الدولي باش نغذي الماكينه الجهنميه هذه، نحن عايشين من السيتياسيون ستاكفلاسيون. هذه نفس وقت عشتها في فرنسا وقت في الجامعه ستاكفلاسيون. عاشتها المانيا بعد الحرب العالميه الاولى وعاشتها فرنسا اللي هي اقرب في التاريخ مع حكومه بيير مورواو مش وقتها كي جاوا الاشتراكي للحكم. زادوا في الاجور، اطلقوا الانفاق، فرحوا يا جماعه وجاوا ميتيران جماعه وسوسياليست ونفرحوا الناس الكل. صبحت الناس تشري في المواد في المنتوجات اليابانيه وقتها جي بي سي وتويوتا وزهدت يعني وتخلت عن المنتوج المحلي المنتوج الوطني، ضربت الصناعه نتاعهم وعمل وقتها ديفيسيت انور اللي رجع وقتها اليمين للحكم على المنطق السياسي الاقتصادي بالمقصد اللي رجع اليمين للحكم وقتها الثنائي جاك شيراك وادوار بلافي خاطر جابوا لا ريدور جبال. المقاربه هنا راهو كان تحب تخلص من الدين تنجم تخلص منه الا بالنمو، انت لم يقول لازم نمو ولازم تصدير. اليوم في قانون الماليه هل يوجد ما يشجع التصدير؟ لا. هل يوجد ما يشجع النمو فيما عدا اجراءات جبائيه مؤجله التنفيذ؟ لا. هل يوجد ما يعيد الثقه ويخرج القطاع الموازي القطاع الرسمي؟ لا يوجد. علاش؟ الناس اللي توا في القطاع الموازي فيها يعني زوز اصناف رئيسي. ثم ناس عندهم نشاط غير قانوني محجر بالقانون وهو يعني اجراءات مخدرات، بيع سلاح، كل ما تتصوروه من اعمال غير مشروعه هذاك لا تسامح معه ما في شيء. ثم ناس اخرى اللي تاجر شويه مع بلدان مع ليبيا، اللي تاجر شويه مع الجزائر، اللي يجيب شويه سلعه، اللي يجيب كذا، اللي يجيب كذا. هذا لازم تستوعبوا، ثم راهو اجرام استيعاب تاع الباع المجرمين كذا، لكن تستوعبوا فيش؟ تستوعبوا في منظومه جبائيه من باش يقول صباح الخير باش يبقى يضرب راسه. نحن في تونس عندنا اشكاليه كبيره في يعني تصور الجبال سيسي عندنا الكونسيبت الفيسكالي كما وريتكم في الصوره الاخيره. ثم تصور نحن وارثينه من الاستعمار الفرنسي وتصور يعقوبي ان ادمنستراسيون جاكوبي تتدخل في كل شيء تراقب كل شيء. هل لك الحق ان تثري؟ لا. هل لك الحق ان تسعى للثروه؟ لا. هل لك الحق في ان تعيش في مجتمع وتنشر فيه الثراء؟ لا. وهنا التعارض مع الليبراليه، راهو ما تقعدش ليبراليه راهي ليبراليات راهي مدرسه كبيره. مثلا سميت المدرسه يعني شيكاغو، المدرسه فرايبورغ، ثم
الليبرالية في حد ذاتها هي إطلاق الحريات للفرد والفرد والمجموعة في مجتمع متوازن. اليوم كي تمشي إلى ألمانيا، المثل النجاح الألماني مقابل مع في أوروبا، عندك النموذج الألماني، ألمانيا وسويسرا والنيدرلاند بتاعها، تشيكيا وبولونيا وكذا، وعندك النموذج الفرنسي بتاع الدولة المركزية. في فرنسا تدخل 1,000,000,000,000 يورو في العام، تقرا البيدجي بتاع فرنسا كي تقراها تلقاها أوضح حتى من الناحية. تدخل 1,000,000,000 يورو، لكن المصروف، لكن الضغط الجدائي على الناس مرتفع، وطريقة الإنفاق العمومي متعثرة، حتى بالمقارنة مع ألمانيا وبالمقارنة مع سويسرا. علاش؟ على خاطر الآخرين عندهم نظرة موروثة من الثقافة بتاعهم، نظرتهم راهي ليبرالية مستوحاة من المسيحية البروتستانية، يعني تجمع قيم أخلاقية في الاقتصاد، بمعنى أن الدولة لا تنفق أكثر من ما لديها وعليها حسن الإنفاق، وإذا أخطأ أحدهم في الإنفاق فيجب أن يكون معذورا أو تسجن. نحن المحاسب ما نحاسبوش اللي لازم يتحاسب، ونحاسبوا اللي لازم يتحاسب. بلغة أخرى، ذاك البياع الصغير كذا، حتى توا يعني حتى الإجراءات اللي عملوها لا يمكن الدفع نقدا بأكثر من 10,000 دينار. باهي أنت عندك منظومة بنكية تجي تستوعب الدفع الإلكتروني، أنت عندك زوز مية 4,000 تونسي ماهمش موجودين في المنظومة البنكية، كي قلنا لك أعمل بنك البريد ما حبيتش. الإشكالية بتاع الكاف دو في بنك الجهات تاخذ 400 مليار، أنت نسبة تطبيق المشاريع العمومية 40%. يعني كنت تقول تعطينا حل، كنت نجم معاملتك في الكاف دو ولا كنت نجم تاخذ جزء من ميزانية التنمية اللي هي ديما في 6 مليار ما تجيبش طبقة، تاخذ جزء تعديه بي 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 باش تنقص من الديفيسيت نتاعك وتنقص في الجباية باش تحط اليوم في نقصها مش في 2021، 2021 الله أعلم شنو يصير في 2021. نقص فيها توا باش تعطي عامل ثقة، لكن هذا لا تستطيع حكومة في نهاية مدتها النيابية، لا تستطيع حكومة فيها المفاعل النووي نتاع فوكوشيما اللي يعمل في انشطار ليل نهار، تعرف شكون حكومة شكون 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 كيف كوا. وحتى البنك المركزي السياسه النقديه نتاعو غير واضحه واحيانا متناقضه، انت تزيد في التور ديريكتور ومن ناحيه اخرى تقول لي نسعى لمقاومه التضخم، صحيح نقدر مقاومه التضخم، لكن هل انت عملت عمليه استيعاب للاموال؟ وكي يجي سيد محافظ البنك المركزي يقول ثم 4 مليار دينار يدوروا خارج السيركي، نجاوبوا انا قلت شنو عملت باش تستوعب؟ كان تعمل تستوعب تلقى منظومه جدائيه كلها ترسانه من العقوبات، تونس البلاد الاخيره في العالم تقريبا اللي مازال الشيك يدخل فيها للسجن، اعمل الشيك الالكتروني المضمون الخلاص وطبق، يعني ثم مقابلة أمريكية ذكية برشا كي تعمل غلطة خالص، البنوك الأمريكية الكبرى كلها عملت أزمة 2008 واضطرت تفاها، يجي يقول لك غادي كنجيك هذيك الـ SEC Security Exchange Commission، يقول لك عندك ثاني حاجة نقول يا تدفع الأخطية 6 مليار دولار 5 مليار دولار 10 مليار دولار يا إما السجن، تدفع عندي الأخطية المرة الأولى المرة الثانية لو كنت عاودها تولي أخطية مباشرة السجن، فهمت؟ هذيك الذكاء نتاعهم فيه، يعني مش بشرطي ادفع الخطيه تجاه المجتمع وابقى اخدم على روحك. الاشكاليه نحن ما فهمناش، نحن عندنا الترسانه الجبائيه، يعني الامتيازات نتاع اداره مراقبه الجبايه بالنسبه للمواطن، يعني سي لو بوت دو كونتر لو بوت فير، ما فهمناش علاقه بالبوليس. لكن دون كفاءه. اي اي لكن دون مردوديه مش مكافاه، دون مردوديه علاش؟ المراقبه عندك 1% فقط من لازم يترقى. الاقتصاد الواقعي هارب عليك. هارب عليك خاطر الناس في تونس اذكى، انت تقول التوانسه ما عندهمش الحق باش يمسكوا العمله. هم طول الناس على تطبيق البلانت وين والنتلر عندهم حسابات في الخارج ويحلوا في يمشي هنا في لافايات ولا في بلاصه في اشغال يحل هذاك الكونت واللي عنده يبدل بالعمله يبيع ويشري بالعمله ايش عملنا وجميع ما كنت تعملها انت بطريقه رسميه كيما تجي تقول لي باي بال باش نجيبها تونس والله مش كاين يعملوها بطريقه رسميه تدخل شحال هي شفت علاش هو يعني تدخل النقود هو رجل هو داخل يتكلم على الاقتصاد الاسلامي، راهو الاقتصاد الاسلامي في كله حريات. لا يقول لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني اعطى حريه اقتصاديه كبيره تقترب كثيرا من النظره الكالفينيه والنظره البروتستانيه. عشان اطلق حريه الناس فيما الحد والحاجز هو الضرر بمصلحه المجتمع. يعني في المانيا الدور الاجتماعي بتاع الرسمال اليوم في المانيا تنجم تكون انت المساهم الاكبر بتاع بي ام دبليو ولا مرسيدس، لكن ما عندكش حق تبيع لشخص ماهوش من القطاع. في امريكا عندك مؤسسه مثلا انا عندي مثال مؤسسه نتاع يعني تزا ولا غير غير نلقى فيها يعني بيعها نتاع 10 مليار دولار نبيعها نحطها في جيبي وعادي هني في حد شيء فهمت نقص العمال اللي تعمل بها بعد على كيف تعطيني برك انا فلوسي نخش شوف هذيك المفارقه في العقليه نحن في تونس اخترنا لا لم يخترنا كون نبقاو في المنظومه القديمه الاداريه اليعقوبيه الثقيله اداره يعني الاقتصاد موجه من الاداره بقينا ما نعطيوش الفرصه للقطاع الخاص باش يخدم بقينا معرقلين من اجراءات ثمه
قلت لك ليش معني ما نعطوش الفرصه للقطاع الخاص كيف القطاع الخاص تحصلوا برشا يعني تحصلوا بعديد الانظمه القانونيه والاداريه اللي ما تخلوش نجاح القائد. نحن من اسباب تراجع التنافسيه في تونس السبب الاول هو البيروقراطي. قبل كنا قبل قانون الاستثمار الجديد كون مؤسسه فيها في هذاك الجيشيمي توا شنو عمل؟ نقصوا في الجيشيمي تخدم كانوسنا وبالاجراءات نتاع القانون الجديد هذا بشهاده مجلس التحليل الاقتصادي بالاجراءات الجديده تولي الشركه تحطها في 30 يوم. يعقل هذا في اقتصاد متازم وعلى حافه الانهيار تزيد في الشركه الخاصه تعمل 30 يوم؟ انت الاخت اللي قالت لي ما نجموش نشوا المدام اللي قلت لي قلت لي انا وخرت من شراء يعني السيارات. انت وقتها انت قضيت على زمان شق شفتوا حساب مثلا صحيح هو ماهوش ماهياش مواطن شغل سليمه في المطلق. خاطر هذاك اللي عنده وكاله مش باش يخدم زوز اخرين يعملوا كونتركيا. بالنسبه للاقتراض ككل نحن ماشيين الاقتراض مع دافع مي اقتراض يعني للمعاش. كوريا الجنوبيه اللي خذات 57 مليار دولار او 97 اش عملت بهم؟ عملت بهم سامسونج ودايو وكيا. بعد 10 سنين فقط المنطقه التكنولوجيه الجامعه على دور الجامعه في خلق الثروه والبنيه الاقتصاديه كل مبني حول الجامعه. الجامعه نتاع سيول وحدها يعني بارك تكنولوجي نتاع سيول وحده بعد 10 سنين دخل 50 مليار دولار. يعني تخلص الدين وتخلص الفوائد نتاعك وتخلص التدين وتخلي قوه صناعيه في الصناعه. تونس مشكلتها كون ما عندناش حمائيه الحد الادنى للحمائيه في الاقتصاد. ورد كما تحب شيء يعني شيء يعني شيء يعني منفلت من ناحيه. من ناحيه اخرى ما دخلناش في سلسله القيم الدوليه ما نصنعوش احنا دوله نحن الناس ما نصنعوش بلاد ما تصنعش ما عندناش الصناعه فكره دائما مؤشرات الصناعه قاعده تنخفض ومؤشر الاستثمار باليورو قاعد ينخفض. هذا كل كيفاش تقل لازم سياسه نتاع قطيعه البوليتيك دو ديزوليسيون هذه النقاش كان سي رضا ماذا بينا وكان نعاودوا ندوه ثانيه في نفس الاطار ونحاولوا النزوه نتاعنا مش النقد فقط ولكن نحاولوا نقترحوا حلول تكون عندنا حلول عمليه نوثقوها ان شاء الله بحضور الجميع ان شاء الله. سي جمال تفضل عندك كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. انا الحاجه نشكركم على الدعوه اللي تحبون ان شاء الله وهذا معناها الاقتصاد الاسلامي معناها محور اساسي ضروري للتطوير. معناها التدخل نتاع السابق هو انه يركز على الثقه وهذه فكره اساسيه معناها احنا عايشين عمليه فصل ما بين الجوانب الاقتصاديه الماليه والجوانب الاجتماعيه والجوانب النفسيه. معناها وهذايا من ماكس فيبر ليتيك بروتستون في ديفلوبمون دو كابيتاليزم انه راهو باين مليح راهو عمليه التنميه اللي الموضوع لليوم هو الميزانيه والتنميه. عمليه التنميه لا تقتصر على اشكاليه النمو والعمل بتاعها لازم ننظروا لها بطريقه اجماليه. معناها اليوم كي تجي تشوف انت معناها جوزيف ستيجليتس بري نوبل مع مجموعه اخرى مع ديبري نوبل اخرين عامل انستيتيوت اوف نيو ايكونوميك ثينكينج معناها وهذايا دعوه على اساس انه المجموعات هذه اللي هي معناها عندها نقد عميق للمنظومه الاقتصاديه الموجوده اللي حاطين تدخل على السيت ويب وعلى الكوميونيكاسيون تاعهم شنو هي الاخلالات الكبيره اللي هي ادت لها اللي هي اشكاليه عيشه تونس معناها احنا ضحايا منظومه تقليديه طريقه نتاع تفكير اقتصادي طريقه نتاع انجاز اقتصادي اللي التي لا تؤدي الى عمليه الا الى ازمات متكرره ازمات متنوعه. شنو الحل في هذا؟ الحل في هذايا انا نتصور معناها اليوم احنا لازمنا تكون عندنا نظره شموليه معناها الاقتصاد الاسلامي معناها الحريه تنظم فيه ولكن الاقتصاد الاسلامي مش في كلمه الماليه والبنوك الاسلاميه وحل الربا في كذلك الوقف في كذلك منظومه القيم فيه العقيده والتوحيد والارتباط بالغيب والارتباط بالمولى عز وجل فيه الجانب الروحاني وكالجانب القيمي الكبير اللي تركز. ولذلك انا دعوتي لجمعية الاقتصاد الإسلامي للتوجه نحو هذه النظرة الشمولية التي تجمع الجوانب الاقتصادية بالجوانب التعليمية التكوينية بالجوانب النفسية بالجوانب الأخلاقية بالجوانب المادية وبالجوانب اللامادية. النظرة الشمولية هذيك هي المخرج. الدليل على ذلك شنو؟ الدليل على ذلك الرابور اللي خرجته لوسيدي على تونس في جوان ولا جويي 2018 يعتمد اساسا على معناها لانديس دو كومبلكسيتي ايكونوميك. هل لانديس دو كومبلكسيتي ايكونوميك طلعوه زوز، واحد اسمه هيوبرمان يقري في جامعه هارفارد، واحد اسمه هيدالجو في ام اي تي، لزوز.
عم انا نديز دو كومبلكسيتي في الماء. شنو اللي فيه؟ في اربع حاجات اساسيه. لي كابابيليتي برودكتيف امبليسيت، لا ديفيرسيفيكاسيون، لا سوفيستيكاسيون، اي لو نتوركينغ. وهذا كله مرتبط ببعض. شوف انا عملت تحليل على ابسكو هذه في سيونس ديريكت، تجمع لي بوبليكاسيون سيونتيفيك اللي خرجوا في العالم الكل. معناها الكورب نتاع لابروش باراديغم دو لا كومبلكسيتي بدا من لي زاني 80. توا وصل ان بيك معناها اللي هي دي سونتين دو ميليي دو بوبليكاسيون سيونتيفيك. شنو معناها؟ اش حبيت نقول؟ حبيت نقول اللي راهو اليوم ثم تحول عالمي، مش في عمليه التحليل الاقتصادي، في النظره العقديه في الممارسه العلميه وفي الممارسه المدنيه، تسميت لابروش دو كومبلكسيتي. ولذلك انا دعوتي هو النظر للترابط ما بين التصور في الاقتصاد الاسلامي وما بين التصور الجديد الساعه، واللي وراه ناس اللي هم كبار، واللي هو يعتبر ان باراديغم اللي هو يعتمد على النقد المدارس الكلاسيكيه. احنا معناها المشكله نتاعنا مش فقط ضغط علينا البنك الدولي ولا فمي، احنا نحتاج ثينك اوت اوف ذا بوكس، خارج القوانين، احنا نفكر خارج الصندوق. اليوم العقل نتاعنا، طريقه التفكير نتاعنا محطوطه في صندوق، حتى بالشيء نتعلم فيه في الجامعه وقناه وكل شيء هو صندوق يخلينا عاجزين. ولذلك كيفاش نخرج؟ عن طريق النظره في الاقتصاد الاسلامي، عن طريق لي زابروش والباراديم الجدد. معناها الحاجه الكبيره اليوم احنا تورانا في نوفمبر، نوفمبر هاو غدوه 2019، غدوه اعداد مشروع برنامج اقتصادي اجتماعي. كيفاش جمعيه الاقتصاد الاسلامي تبني رؤيه مستقبليه جديده؟ الميزانيه هذه كما تفضلتوا غايب فيها النظره. تفضل سي، معناها صادق تفوز، معناها الكل ركزوا عليها على اساس انه ما فهمهاش رؤيه، ما فهمهاش برسبكتيف، ما فهمهاش مشروع مجتمعي اللي هو يحمل. علاش ما نخدموش على شيء؟ وعلى اساس انه قدموه كاقتراح. هاو تفضلوا سيدي البرلمانيين، هاو تفضلوا الاحزاب، هاو رؤيه اللي احنا كوناها اللي هي تعطينا اون فيزيون غايب. اليوم راهي محاربه الفساد، معناها لازمنا نفهموها اللي هي اصبحت ظاهره انستيتيوشنال في المجتمع، مش الشوماج ولا انستيتيوشنال، هذه براتيك دو كوربسيون ولات انستيتيوشناليزي. وذاك علاش لازم معالجه عميقه وماهيش معالجه مستعجله. كوريا الجنوبيه والناس هذوما اللي تخدموا، معناها ماليزيا قداش حطت 25% من الميزانيه نتاعها في التعليم في البدايه نتاعها. شو معناها؟ معناها باش تخلق انسان جديد، هذاك هو المطلوب اليوم في تونس. مساله ماهيش بيريفيريك، احنا المشكله نتاعنا ريت الرؤيه نتاعنا للميزانيه واللي هي مرتبطه بالميزان الاقتصادي باش تقدم للبرلمان على اساس انه يصدق عليه، واللي هي نعتبروه اللي هي المشروع الاساسي نتاع التنميه. ننظروا لها بطريقه محاسبتي. كنت تعرف شحال عندي خارج شحال عندي داخل، وعلاش تعرف علاش هذاك؟ على خاطر هذيك هي العقليه المؤسسات الدوليه تحبنا تنظر للميزانيه نتاعها، على خاطر هي تخمم في الفلوس اللي عطاتها لك كيفاش ترجعها. عمل لي انت ليزيكيليبر نتاعك ماكرو ايكونوميك، توريني اللي انت قادر باش ترجع فوالا لين، ونصدقوا عليها في البرلمان اليوم. كما قال سي محمد، على حساب شنو هذا كله؟ ولذلك انا نتصور معناها اللي احنا عندنا دور مهم باش نلعبوا بطريقه علميه. الجمعية هذه نتاع الاقتصاد الإسلامي كيف يمكن لها أن تصوغ مشروعا استشرافيا مستقبليا شموليا لتونس وتتحط فيه من الرأي اللي سامحوني أنا بعض الأحزاب ماهيش قادر على الشيء هذا، ماهيش قادر عليه. علاش؟ خاطر تعيش ضغوطات ولوبيات. هاي سيدي مجتمع مدني كجمعية، هاي تنفكروا في الشيء هذا ونخرجوا به وبطريقة أرجيومونتي بار لي شيف كيما تفضلتوا كلكم سيادتكم الشيء هذا. أنا نتصور هذا أهم مشروع. ان شاء الله الاحزاب باش تدخل توا بالطبع في معركه الميزانيه وفي خذوهات وفي وسرع باش تصادق فيسع باش تكون الميزانيه في وقتها ويرضى يعني سعاده يعني الفامي وغيره. لكن الاشكاليه راهو اكبر من هيك. الاشكاليه كما قال سي جمال راهي عمليه تسمى هذه ديزربتيف. اش معناها ديزربتيف؟
فماش واحد في الطاولة هذه يقبل يتنازل على التليفون هذا رجع التليفون القديم، حتى كان عطيه تليفون قديم ذاك. فماش دونك نفس العملية اللي تسمى ديزيبسيون القطيعة الذكية، لازم تقطع. مثلا اليوم في قانون المالية قلت أنا في سبيسيفا ما نحسها في المحضر القديمة، قلت لهم علاش السيارة توقعت امتياز لأربع قيود، أعطي امتياز السيارة الهجينة في بريد وصنع المكونات نتاعها في تونس. المغرب الأقصى الشقيق كنت في لقاء آخر مع مسؤولين المغاربة بالذكاء يعني بالحق الذكاء، جاب المصنع الأول في العالم تاع السيارات الكهربائية بي واي دي من الصين، نشوف نحن علاقتنا مع الصين علاش ما تطورتش، هذا بحداد المحور كحداد، وجابوا المصنع الطلياني المزاحم نتاعه شمشاو عمي، قالوا للصيني يجيب ايجا راهو الطلياني باش يجي، وقالوا الطلياني ايجا راهو الصيني باش يجي، وجابوهم الزوز في المنطقه الصناعيه نتاع طنجه، موجوده هكا حتى البريزونطاسيون نتاعها تفرجوا فيها خذوها من الفيديو، زون ايكونوميك دو طنجي، مع وقت اللي مشى سلاح بالصيد غاديك رجع يعني حال فمه، شاف هذيك الشيء عجب، حتى نحن وراوه لنا مسؤولين مغاربه حتى في الفيديو، يعني اليوم الكونتينر باش يخرج من المغرب يوصل اوروبا يورو، بينما بيجي من الصين يجي ب 28 يورو. نحن ثم راهو 8 مليون موطن شغل باش تصدرهم الصين، ثم وضم فلاينجيز استثمارات خارجه، علاش ما تستقطبهاش انت؟ تقول ما عنديش القدره في تونس، اصنع ظروف القدره. ظروف القدره شنو؟ غير عقليه الاداره، التعليم والجامعه، رؤيه جديده للاقتصاد، اهم شيء نجم تاخذه من الاقتصاد الاسلامي هو التوازن، الاعتدال والتوازن. نحن الجبايه مش متوازنه، الاداره يعني مفلوطه. علاش عندك رشوة مرتفعة على الدرجة هذه 53؟ على خاطر النظم الإدارية تخلق رشوة. لا سي محمد هنا النقطة، ماهوش وكأننا نعمل في إشرار للمغرب احنا، لا يعني وكأنه عملية تضخيم زاد كذلك، توا احنا نحكوا على إعادة الثقة، إعادة الثقة، إعادة الثقة لازم حتى احنا زاد نفيقوا بالكفاءات اللي عندنا، ما احنا شوية كي نقعدوا احنا فرد طاولة واحنا والمغاربة، لا كي نقعدوا نفس الطاولة مع المغاربة ماهوش مغاربة خير منا. قلت صراحة وإذا كان قموا بعملية التقييم مع المغرب، ما احناش المغرب هارب علينا معناها سنوات عديدة، ولكن احنا تعدينا بظروف خاصة، احنا تعدينا بظروف خاصة، قارن المغرب وتونس في سنة 2011 هذيك المقارنة تصير، هذه تو عندنا سبع سنوات اللي هي تحولوا حولنا الواحد، يعني أنا حسب تقديري كان شفتني بكري سامحني شفتني بكري في المداخلة قلت لك راهو تي علة الانتقال الديمقراطي بعد 8 سنين ما عادش تاكل. علاش ما عادش تاكل؟ ما عادش تاكل تو ما عادش تاكل صحيح. انت اليوم تمشي قدام يعني البنك قلت لك راهو السوق عطتك الحقيقة نتاعك، مش البنوك المؤسساتية. كي تمشي تمشي على السوق النقدية، السوق المالي اللي كان المقرض الخاص. ماهوش باش يشوف تونس والله يعني انتقال ديمقراطي ولا يمكن نمشي اليوم يمكن نمشي اليوم لمصر على ما موجود ويجيك شهادة تونس. يقول لك النجاح الاقتصادية تاعك شيء فلوس تاعك. انت المغرب نحن كي نحكيو على المغرب نحن كي نمشيو للجامعة نقولوا كاش تاعك. تاخذ احسن اطروحه تحطت وتاخذ اسوء اطروحه تحطت، تحاول تقترب من الاحسن وتبعد عن الاسوء. هما في المغرب نجحوا في انجاز انتقال صناعي فولدير 10 مليون سياره انجاز، برغم عندهم مشكلة على الاداره في المالية العمومية وعندهم مشكلة اجتماعية، لكن فوليسكي اللي كرب كروازي خاطر هما الاقرب هما كرب مش كروازي خاطر كروازي معناها احنا في احنا اعلى منهم واحنا باش نعطوهم في المستوى الاجتماعي مش كروازي في المستوى الاجتماعي بعد واحد يهبط لاخر في المستوى الاجتماعي باش توصل حتى بقينا عندنا تنافسية على صعيد المهندسين على صعيد اعلاميهم وبعدين نحلوا هذا الفلوس صحيح. لكن انت شنو لازم؟ لازم ما تاخذهاش هذه كيعني عاش قلتلك راهو لازم الانسان يتجرد في الاعمال والاقتصاد في الاعمال لازم تتجرد من عاطفه جنبك العاطفه هذه مثلا شنو نعرف؟ دونالد ترامب نحكي ديما نرجع لك لكلمة إعادة الثقة. إيه إعادة الثقة راهي تنطلق من شنو؟ تنطلق من حاجة واحدة ساعة نفيقوا بالمؤهلات اللي عندنا، نعطيو الحق نعطيو القيمة الحقيقية للمؤهلات نتاعنا دون غرور ما غير حتى غرور وننطلقوا من النقطة هذيك. ثم عراقيل في مستوى الدولة، ثم فساد صحيح قاعد يعرقل في هذه الجهود، ولكن ما ننكروش ثم جهود. ثم حاجة أخرى اللي عديد من الإجراءات موجودة في القانون المالية مش ندافع عليه، ولكن ثم العديد من الاقتراحات اللي هي تدفع لتقليص دور الاقتصاد الموازي موجودة، الاقتراحات والإجراءات موجودة، كذلك عندك موجود دمج شريحة معينة في المجتمع قاعدة تصير موجود سدا في الاقتراحات الموجودة في المشروع، معناها حسب تقديري ما نغزوش في الناحية الطبيبية فقط. تمام، هل لنا هذه الإجراءات كما قلت لك العالم ما سمعتش من البداية، هل جات واضحة من البداية؟ هل جات في حزمة القانون؟ مارستها مش قانون مالية، مارستها قانون تحفيز اقتصادي، حزمة اقتصادية، فو كان سورد لا لوا فينونس، لا لوا فينونس سي ان اكزارسيس كونتابل دي سيرفيس فيونسي، لازم تكون في سياق عام، كما قال لك الورد ايكونوميك فور منتدى دافوس، الورد ايكونوميك فورم، قال لك عندك 16 نقطة ضعف، أنت كحكومة جاوب على 16 نقطة ضعف، عندي حزمة نجاوب على 16 نقطة ضعف،
نحن المشكل يد ستيلو هذا ما هوش يكتب وكتاب ستيلو اخر خير منه. نقول راه ستيلو هذا اللي يكتب مش عندي ستيلو اخر خير منه ولازم نصنع اللي خير منه ونصنع اللي خير من اللي خير منه ونصدر. فهمت هذيك العقليه اللي قصدنا احنا في تونس. فهمت تفضل سليم بعد كلمه ماذا نختموا بها المشكل اللي في انه القاعده هذه ديما تذكرني بمليون قاعده تقريبا. يعني هناك اتفاق على مستوى التشخيص، هناك اتفاق على مستوى الحلول، ولكن المشكله هو في تنزيل الحلول ستجاوز ما تم تشخيص. هذا سياسي. انا سميتها بالحوكمه. كومون معناتها هذه هي المشكله. الحلقه المفقوده هو ايجاد النخبة المؤهلة لتجسيم ما تم اقتراح من الحلول. ونبدأ بالسهل. المشكلة عن زوز عوائق اللي لحقوا أنه حقوا نعمل كل شيء ما نجموش. هذه الحاجة الأولى نحبوا نعمل كل شيء نحبوا فيسع فيسع الأولى ساعات نبدأ بالصعيد. تم بيداغوجية التنزيل يعني لازم نخبة مؤهلة هذه مستوى النخبة بتاعنا إن شاء الله يتجاوزوا الصراعات الجانبية وتكون تم انصهار على مستوى انصرافي خدمة استحقاقات الدولة الجديدة الجمهورية هذه اللي نبنيو فيها. وحتى على المستوى السياسي ما زالت ما اكتملتش ولكن ما زالت متأخرة برشا على المستوى الاقتصادي على مستوى الهياكل. وكل الشوامت تحلت وما سكتش في التربية والصحة وأكبر شانتي اللي نجم يسهلنا هو الشانتي الرقمي. الرقمي يعني هو يحل المشاكل. يعني شوامت محلولة وحكومات متعاقبة ونخب يعني متصارع حول المسائل الثانوية إن شاء الله في الانتخابات الجاية. نحب مسيرة المواطن التونسي. لأن في نهاية المطاف الديمقراطية هي اختيار الحر للحكام من طرف المحكومين. يقول ما بينا حتى شيء يجيب ناس يوريها كل شيء في الانتخابات. ونتصور أنه يعني إن كانت وجدت هذا الشرط هذه الحلقة إذا كانت توجد نخبة يعني مسؤولة قادر على التنزيل بدون حسابات ضيقة. نفس النقاط هذه أنا كنت عضو في لجنة الخبراء نتاع وثيقة كارتاج نيل تقريبا مجموعة ممثلة من طرف الهيكل الحزاب والمنظمات تقريبا وكانت حوار مفتوح. يعني أي إنسان عنده فكرة يعتبرها معناتها قادرة باش تخرج من المأزق كانت مفتوحة لأن حتى المسابقات كل واحد يمشي للهيكل نتاعو من بعد يرجع. ما نتصورش أنه واحد فتتو فرصة اقتراح. وكان الحل آنذاك أنا نعتبرها فرصة أخيرة لعملية إنقاذ ما نحشموش. وأنا كنت مقاربة نتاعي أنه تكون هناك حكومة إنقاذ معها برنامج إنقاذ يطرح مرة واحدة للبرلمان. كان قبل البرنامج تواصل الحكومة وكان مقبلش البرنامج يفتش عن حكومة إنقاذ ثانية. أنا حسب رأيي توضيح. شوف في التشخيص تم عدة مشاكل تحدث عليها. وصف هو زي بيكون فيها هذه المشاكل كلها مربوطة بمشكلة الأم بالبروبليم فيه. أنا حسب الإحصائيات اللي حضرت فيها من برشا مؤسسات من هيئة المتابعة الفساد وغيرها يعني في توازن الميزانية مو فما النفقات وفما يعني الإيرادات. يا تزيد في الإيرادات يا تنقص